أعترف بذلك وأقر به وأتشبث به وسأقر بأمام القضاء، لأنه طلب مني في مكتبه مبلغ 10,000 درهم مقابل التصحيح. الذي بني على مغالطة معرفية انطلاق المستنسخات عمياء البصر والبصيرة. واش هذه بصح جايبها؟ واش عندك تكون جبتي لي شي ورقة من شي بلاصة تورطنا معاك في شي؟ عندي الدليل صيفط لي. لا واش كاتبنا هكا؟ كاتبنا هكا. ما بيناتك حتى وياه حتى حاجة السيد. بيناتنا مليون هو اللي بيناتنا. واللي خلاني نلجأ ليك كحل للوصول إلى الجهات المختصة هو جوج حوايج. الحل الأول كنت كنفكر أنا نكرر حادثة البوعزيزي هذه المرة ماشي أجل البحث على لقمة العيش. لا لا. من أجل انتصار بحث علمي ورفع الظن. والثانيا كنت غادي ندير انتقام شخصي ولكن ماشي من أخلاقي. وأنا في كامل استعدادي إذا قدم نماذج وأمثلة وما قدمت حاجة كيقول عس نقوم بالإعراب ديالها كلمة كلمة أمام لجنة ترفع معها التحدي. ارفع معها التحدي. زوار موقع بديل مرحبا بكم في هذه الحلقة الحوارية. صاحب هذه الأطروحة ينزف ذمن، صاحب هذه الأطروحة صرف قرابة 120,000 درهم بقى الآن عليه كريدي. صاحب هذه الأطروحة تمت إهانته والإساءة لكرامته من طرف من قال فيهم الشاعر قف للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. صاحب هذه الأطروحة تعرض لإهانات، هو صاحب مقالات علمية وصاحب مؤلفات، فما قصة هذا الطالب وصاحب هذه الأطروحة هو ما سنتعرف عليه من خلال هذا الحوار مع الطالب هشام هشام الدركاوي. مرحبا بك سي هشام. مرحبا سي حميد. الله ما عارف منين نبدا معك. ما بغيت أسأل. والله ما عارف يعني بدأ معك بالله العلي العظيم آلمني ما حكيت لي، آلمني جدا جدا جدا. سي هشام شنو قصتك؟ أول مرحبا سي حميد، سعيد بالمرور معك في هذا الموقع في هذه القناة لأعرض كل ما تعرضت له من مشاكل وضغوطات نفسية أدت بي إلى أن صرت أتابع العلاج بسبب نزيف في القولون وسأخضع للفحص بالمنظار في الأسبوع المقبل إن شاء الله بسبب ما تعرضت له من إهانات وإساءات بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بمراكش بمختبر تحليل الخطاب وأنساق المعارف وبمعية المشرف وأعضاء لجنة الفحص. تسجلت بهذه الكلية الغراء العامرة عام 2018 بمختبر تحليل الخطاب وأنساق المعارف بعدما تباريت على موضوع حول الجاحد مفاده الأسئلة الحضارية والرهان الثقافي في مشروع الجاحد، وقدمت أمام اللجنة الموقرة آنذاك تقريرا مفصلا عن الأطروحة والإشكالات وعن التصميم الأولي وهيكل البحث وعن اللائحة الأولية للمراجع والمصادر. وبعد رحلة البحث أسميها رحلة المعاناة والمكابدة والمشاق من ترجمة وسهر ومعاناة مادية ومعنوية طيله 4 سنوات. هذه المعاناه باش نفصلوا فيها مزيان. دابا هذه اطروحه ديالك لنيل شهاده الدكتوراه ياك. فوقاش سجلتي في الدكتوراه؟ 2018. دابا حنا في 2023. 5 سنين. خمس سنين. شحال صرفتي ديال الفلوس على هادشي؟ 120,000 درهم. 12 مليون. 12 مليون كريدي. كريدي ما بقى فيك لدابا كريدي لحد الان. كريدي 120,000. واخا ما كتهمنيش الماده لا حتى الجانب علاقه بوضعيتك الجهد المعنوي. واخا بالنسبه للنزيف غير باش نحطوا الناس الصوره ويعرفوا حجم الماساه اننا ما بالغناش في التوطئه. كيسير منك الدم؟ الدم دابا كيهبط منك الدم. الدم وكنتبع. واش بدا كيهبط منك الدم هذه السنه من وقعت في هذه المعاناه منذ ماي 2022 لحظه وضع الاطروحه بمصلحه مركز الدكتوراه بكليه الادب والانسانيه قصد الفحص والمناقشه. من ثم بدا مسار المعاناه. درت شي مواكبه طبيه؟ شفتي عندي مواكبه طبيه. شنو قال لك الطبيب؟ شنو علاقه الدم ملي كيجي؟ درت تحاليل الحمد لله خرجوا مزيانين ولكن ما زلت لحد الان كنتظر المنظار وهو اللي باقي مخوفني بزاف. انت قلتي لي كتربط الدم في الغالب بالتوتر. التوتر خصوصا ملي كنمشي تما وكنتلقى بعض ما كنتلقاش اجابات شافيه كافيه وكيبقى لي هذا المشكل. دابا هذا الاستاذ هذا شاد معك كيشرف على الاطروحه ديالك وما بغاكش هذه الاطروحه تناقشها. انني منذ وضعت الاطروحه بعد معاناه عطاني الاذن بالطبع بعدا هو الاذن بالطبع والايداع بالكليه. منذ تلك اللحظه قطع كل اسباب التواصل بيني وبينه. ترددت على منزله المقهى التي يجلس فيها. كتخرج فيه؟ كنتلاقى به. اش كيقول لك؟ ما كيرفض يتلاقى بيا. ومره صرح بانه لا علاقه تجمع بيني وبينه.
هكا. ولكن الناس غيقول لك شو درتي له هذا الشيء؟ ما درتي حتى حاجه. نفترضوا درتي حاجه، ما هو علمي محض وما هو اخلاقي؟ لا هاد نفترضوا واش كاين شي حاجه باش ما كايناش وكان شي حاجه. ما عندك معاه حتى حاجه؟ ما عندي معاه حتى حاجه نهائيا. انت الحاله الوحيده ولا كاين ناس؟ لا حنا كنا سته في الجروب ديالنا اللي تسجلنا. سته، الوحيد اللي بقيت مستنى في هذا المختبر، وحتى واحد لحد الان ما ناقش. خمسه مشاو بحكم ما مورس علينا من ضغط. هادي نقطه مزيانه. اذا نتوما سته، خمسه مشاو. لاشاو كيجيو الناس من زاكوره، من اكادير. بقيتي انت بوحدك؟ بقيت انا بوحدي. مصر كتعيط له في التليفون؟ كنعيطو في التليفون، وبقيت مصر، واي حاجه كتطلب مني في كل سنه اجدد التسجيل، وما يطلب مني اقوم به وانجزه. غير واحد التوضيح قبل ما نواصل معك هذا النقاش لاهميته، كاين وهذه مهمه نذكروا بها المتتبعات والمتبعين. كنعرفوا الجامعه المغربيه تزخر باساتذه، باش ما يتفهمش على اننا كنسيئوا التعليم العالي. كاين دكاتره يشرفون وبانتظام وتخرج على ايديهم العديد من الطلبه ويشرفون الجامعه المغربيه. اذا حنا كنناقشوا حاله. وحتى هذه الحاله اللي كنناقشوا دابا هذه روايتك كتلزمك. حنا في الموقع لا نستهدف هذا الدكتور. الدكتور اسمه الرحالي الرضواني، اللي احنا من موقعنا كنحييوه من هنا، ودرنا اتصال، هذه مزيان باش نقولها للراي العام. اتصلنا به وصيفط له رساله من الموقع، صيفط له رساله وما كاين باس نقراوها باش نخليو دمتنا الاخلاقيه. استاذ، ها هو. السلام عليكم دكتور الفاضل، معكم حميد المهداوي الصحفي في موقع بديل، حاولت الاتصال بكم لكن دون نتيجه. اريد وجهه نظركم بخصوص روايه الطالب هشام الدركاوي الذي يعد تحت اشرافكم اطروحه جامعيه. كيبان ان الاستاذ قرا هذا الشيء وما تفاعلش وصلنا عليه، وغنديروا واحد الاتصال الان كذلك مهم جدا باش يكون الجميع على بينه. احنا غنتصلوا به، نتمنوا يجاوبنا، ربما يكون عنده شي ظرف ما نحكموش عليه، ما كناش نسمعوا روايته في اطار توازن الماده. نتمنوا يجاوبنا، نتمنوا. وهذه ماشي حتى ساعات العمل. دابا حنا هذه 6:30، يعني ماشي الوقت ديال الخدمه، ربما يكون عنده شي ظرف اخر. هذا ماشي اول اتصال، انت كنت قبيله حاضر، كنتصلوا به، صيفطنا رساله، كيبان انه قراها، ومع ذلك كيبقى الغايب حجته معاه. مبدئيا كنكونوا خلينا الدمه ديالنا. اذا خلينا انا عندي لك طلب. واجب الاخلاق يقول لك يعني بسط روايتك، احكي لنا ولكن دون يعني الاساءه الاستاذ بشي عباره ولا اي كلمه، يعني الحكايه بدون المس ديالو، بدون الاساءه ليه، بدون اي شيء. واخا غادي نسولك دابا، هو شحال شاد معك؟ 5 سنوات. خمس سنوات. عطاك الاذن بالطبع؟ عطاني الاذن بالطبع. وهو اذا هنيته كانت حسنه وكانت توفر عليه الاذن بالطبع. هذا بعد تلكؤ مستمر. مرات عديده الاذن بالطبع. وممكن نوضح للراي العام واحد الشيء معين، ونوضح له السيد وزير التعليم العالي ورئيس الجامعه. هذا الاذن بالطبع او التقرير المفصل على الاطروحه بعد نهايتها، لكي ياذن المشرف بوضعها وايداعها بمصلحه الدكتوراه لتاخذ مسارها للبحث والمناقشه والفحص، يكتبه الاستاذ المشرف. طلب مني ان اكتب هذا التقرير، لانني طيله سنوات الاشراف اقرا عليه البحث الذي اكتبه بخط اليد واتوفر على نسخ منه. انت؟ نعم. انت كتكتب له؟ اكتب، لا، بحثي. البحث ديالك؟ اقرا عليه البحث واتصل به يوميا واسبوعيا لاقرا عليه البحث دون ان يبدي اي ملاحظه. كأكد لي بان كل شيء جيد. مزيان. وان البحث في مساره، ووافق على الاشكاليه، ووافقت معها اللجنه كذلك لحظه التباري. في السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة التي أنجزت وأنهيت فيها العمل، بمعنى الأستاذ موافق على الإشكالية والأطروحة والتصميم النهائي وعلى المضامين وعلى لائحة المصادر والمراجع. من البحث استوفى كامل الشروط، لذلك أذن بطبعه وإذاعه. هذا هو المشكل. لكن منذ وضع الأطروحة، منذ تلك اللحظة انقطعت سبل التواصل. أذهب مرارا وتكرارا إلى الجامعة وأتلقى ترحيبا من السيد نائب العميد المكلف بالبحث العلمي الذي اشكره من المنبر، والسيد رئيس مصلحه دكتوراه مركز الدكتوراه. سميت النائب؟ نائب العميد السيد جمال راشق. جمال راشق. احييه. والسيد عادل عبد اللطيف.
اللداني بذل جهدا كبيرا كبيرا حتى يأخذ البحث مساره، لأنهما قد سجلا ولاحظا بأن البحث منذ أن أتسلمته اللجنة التي اقترحها الأستاذ. وبالمناسبة أنا لا أطعن في أي أحد، وأنا أحترم جميع من درسني من أخلاقياتي أن أحترمهم، درسوني أسد أكفاء بجامعات وعندي زملاء بجامعات مغربية وأحترمهم وأحترم مستواهم العلمي والأكاديمي وأستشير معهم في كل صغيرة وكبيرة. أنهم اقترح لجنة من أصدقائه المقربين منه غير متخصصة في موضوع الذي أشتغل فيه أو اشتغلت عليه، غير متخصصة، أحدهم في اللسانية الحاسوبية والآخر في الأدب الشعبي، وأستاذ فاحص مجرح أخلاقيا، وأنا لحد الآن أعترف بذلك وأقر به وأتشبث به وسأقر به أمام القضاء، لأنه طلب مني في مكتبه مبلغ 10,000 درهم مقابل التصحيح. شنو؟ مبلغ 10,000 درهم مقابل التصحيح. شكون هذا؟ هذا الأستاذ؟ لا، أستاذ فاحص بلا ذيك الاسم ديالك. بلا ذيك الاسم ديالك. شنو طلب منك؟ 10,000 درهم. مليون؟ آه مليون. وقف من دخلت عنده البيرو قال لي حط تليفون وجمع معايا مقابل قراءة أطروحة وفحص. لا، هذا الاتهام خطير. اتهام خطير صعيب بزاف. واش عندك ما يثبت؟ ما عنديش ما يثبت. هو ما يخليش ما يثبت باش ما ندينوش به أمام الله. تقول أمام حق. الله نقولها ونقسم بها. والشيء ثاني، هذا الأستاذ ابتز طلبة كثر ووضع شكاية لدى رئيس الجامعة. هذا السيد؟ نعم. كاين شكاية ضده؟ ديداش ضده، ورسلوا ليه مبالغ مالية فهو فكاش. كاين ما يثبت؟ كاين ما يثبت. وهذا السيد كان كيشرف على الناس كثر وانهم انسحبوا بحكم ابتزاز. وهذا السيد دخل القضاء على الخط؟ لا، ما دخلش القضاء لكن وفكاش. قلت وفكاش الملف اقبر ودار شكايه. دارت شكايه عند رئيس الجامعه فقط. الشكايه اخذت مسارها. لا، والنيابه العامه؟ لا، لم تاخذ مسارها القضائي. والرئيس النيابه العامه هذا رئيس الجامعه دابا؟ نعم. عنده هاد الشكايات؟ عنده هاد الشكايات. وما بلغش السلطات القضائيه؟ بلغ السلطات القضائيه، الملف تم احتوائه كما تم اخباري في الجامعه. وثاني شيء، طلب منك مليون. مليون. وهذا الاستاذ عفاك المعاود ديالي، واخا حيت انا ما كيكونش شي اخبار حاجه مهمه بالتفاصيل، كيفاش بالطريقه كيفاش قال لك؟ انا اول شيء في السنه الرابعه اللي غنبدات فيها التسجيل، ان هذا الاستاذ اللي دار تقرير سلبي وكيدي وقريته السي حميد وتبين لك فيه كل شيء. هذاك غنجيو لهذاك خطير خطير جدا. انه شاف البحث مكتوب وقال لي هذا بحث فيه لغه شاعريه وانسجام في المحاور والهيكل وتصور جديد، احييك على ذلك. وهي أول مرة ألتقيه فيها وأحييك على ذلك. ومنذ وضعت البحث التقيته مرة أخرى في مكتبه وليطلب مني مبلغ 10,000 درهم. علاش ما قلتش أنا مطلبه من الناس الآخرين؟ قلت غير هو. وشو جاوبتي؟ جاوبت قلت يكون خير إن شاء الله ونمشي أخلاقياتي وما عنديش ما عنديش. وكان عندنا ما نجيش نديرو ما نجيوش نبحثوا إلى غير ذلك. وحنا البحث العلمي درناه عن حب. ودي ذلك الكتب اللي كتوفر عليها. هذا اللي طلب لك 10,000 درهم هو ضمن هذه اللجنه اللي دارت التقرير؟ ضمن اللجنه دارت التقرير السلبي. وثاني شيء، انه تم فضحه مؤخرا على شبكه على صفحه الفيسبوك من طرف احد الاساتذه داخل كليه الاداب والعلوم الانسانيه بسرقاته العلميه التي حيث يسطو على اعمال الطلبه والاساتذه ويقوم بنسبتها الى نفسه وكيبيع هذه الكتب للطلبه قسرا وجبرا بدايه كل سنه. والسيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس الجامعه لهم كامل الصلاحيات. غير بالمناسبه قبل ما تكمل، السي هشام بالنسبه للمتتبعات ربما الناس يعرفوا السي المراوي راه معروف وزير التعليم العالي، باش يعرفوا الصوره اللي ورايا وراك. بالنسبه للسيد هو رئيس جامعه القاضي عياض. القاضي عياض واخا واصل وان مستعد هذا الكلام، انهم دار لجنه يفاد لجنه متخصصه سواء من الجهات القضائيه او من الجهات المسؤوله على التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، وتشوف بان توقف على السرقات العلميه ديال الاستاذ. كيف يكون؟ كيف يكون السي حميد استاذ مشهود له بسرقته العلميه وغيدير تقرير يقيم ويقوم ويختبر ويفحص ويوجه ويقترح بحثا علميا اكاديميا؟ انا هذا البحث لا ازكيه امام الله. اي بحث سواء العلوم الحقه قابله للنقاش، النظريات الفيزيائيه والرياضيه قابله للنقاش، فماذا بك في العلوم الانسانيه؟ العلوم الانسانيه هي اطروحات قابله للاخذ والرد بحسب التحليل والتدليل العلمي. بمعنى ما اتيت به ليس قرانا منزلا وانما كلام بشري، لذلك فان لكل فارس كبوه ولكل قلم نبوه. انا مستعد في هذه الاطروحه وكما طلبت في التقرير المفصل تقراها لجنه متخصصه بعيده عن الاحقاد. وهذه اللجنه انا كان غادي نقبل بجميع ملاحظاتها سواء بالايجاب او بالسلب. اي لجنه كما كانت، وتكون باقتراح من السيد وزير التعليم العالي. انا ماشي في موقع باش نحكم عليك صراحه، ولكن انا زعما عندي واحد شويه البركه، لانه كنعرف انا درت واحد الاطلاله سريعه
بالطريقه باش مكتوب بعدا لغويا راه شتيني قريت شي حويجات عندك هنا ما يمكنش نقرا، وفوجئت باللغه وبالطريقه اللي مكتوبه هذا الشيء والتحكم في اللغه. ولكن علاش قلت هذه الفكره وهذا الشيء؟ لانني صدمت، ما عمري شفت في حياتي ولا توقعت، مع احترامي للجنه مع احترامي، ولكن فوجئت لهذا الشيء اللي مكتوب، وانا بغيتك تعطيه ليا ونقرا للناس باش لان هذا الشيء مخيف، ماشي كنبالغ ولا كنهول. اسمح لي سي حميد نقاطعك، تفضل انت الاول. اولا انا التزمت بجميع ملاحظات المشرف رغم انه لم يبدا اي ملاحظات، ولكن توجيهات فقط وتوجيهات اللجنه فقط ايضا، ولكن لم يمنعني من الانفتاح على الاساتذه المتخصصين سواء داخل المغرب او خارجه. وبالمناسبه فان هذا البحث قد واكبه وقراه وفحصه وتتبع اطروحته واشكاليته منذ البدايه الى حين استوائها على عودها في النهايه الاستاذ الدكتور نادر كاظم بجامعه البحرين الذي احييه، والذي وهو استاذ مشهور ومعروف ومؤلف حجه في المجال اللي اشتغلنا فيه. سمعنا التسجيل ديالو. سمعتي التسجيل ديالو؟ هذه غير اسمح لي غنقاطعك باش الجمهور الكريم، شهاده لله وللتاريخ، عرض عليا يعني تسجيلات صوتيه ديال الدكتور واساتذه اخرين ولكن اخلاقيا قال لي ما عنديش الحق نخرج الصوت، ولكن انا اشهد امام الله هكا وهما التسجيلات عنده وشفتهم، يعني يشهدون على جوده هذا العمل وعلى جودة هذه الأطروحة، شهادة لله والتاريخ. هذه غير باش نبرر إلى جانب الأستاذ نادر كاظم، قرأ معي أساتذة متخصصين من داخل المغرب، الدكتور يحيى بن الوليد، الأستاذ رشيد كناني، الدكتور ديالنا وكان حي بهذا المنبر، الأستاذ رشيد كناني، الدكتور سعيد العوادي، الدكتور محمد أي تلعبين مترجم، كلهم مترجم، تتبعوا معي الدكتور عبد الفتاح شهيد، تتبعوا معي هذا العمل منذ بدايته إلى نهايته. بالتصحيح والتدقيق والتصويب، وكلما كتبت صغيرة وكبيرة إلا وعرضتها عليهم. واخا نخليني نصدم شوية الناس، حتى أنا هادشي لم أراه في حياتي، زعما هاد ما عرفتش. دابا اللجنة كتقول ليك ملاحظات على هادشي، هي مجرد سميت اقتراحات، أنا أتحفظ بها اقتراح، لأن الاقتراح العلمي يكون مكتوب بلغة علمية منضبطة، زعما مع احترامي كنقول السادة، ولكن أنا فوق ما توقعتش على أن الناس يكتبوا. لأن أي إنسان كيدير شي عمل، قلتي أنت قولي لي كل جواد كبوة، وهذا عمل بشري ماشي، ولكن على الأقل ملي كتلاحظ على شي إنسان كتحفظ له ذاك المجهود كتشجعو شوية. الملاحظة الأولى ألف، ضرورة تحديد الإشكالية تحديدا دقيقا وواضحا، حتى لهنا ما كاين مشكل، ولكن ها الخطيرة، إذ لا إشكالية في هذا الذي يزعم صاحبه أنه أطروحة. نجاوبك على السؤال سي حميد. لا دابا انا بلاتي خلي الجمهور بعدا يستوعب معايا هذه الجمله، حيت الا جاوبتي مع الناس ربما مع الزربه ما يتذوقوش خطورتها. ضروره تحديد الاشكاليه تحديدا دقيقا، اذ لا اشكاليه في هذا الذي يزعم صاحبه، يعني شي نكره ويزعم، توش عباره الزعم، وانه اطروحه يعني شهاده الدكتوراه. واخا جاوبني على هذه. نجاوبك على هذه. اولا الذي كتب التقرير هو الاستاذ المذكور، طلب مني مبلغ 10000 درهم. هو مول هذه الجمله. هو مول هذه الجمله. هكاك. ومعروف بهذه العبارات داخل الكلية، وأجيبه كيف تنفي وجود أطروحة وإشكالية وأنتم لحظة التباري على الموضوع صدقتم على الإشكالية وهو كان مع أعضاء اللجنة. فايت صدق عليها. نعم، هو عضو المختبر والمعتبر صدق عليها، وعاد دابا تيقول لك تحدد الإشكالية تحديد دقيق. لماذا لم يطلب مني تحديد إشكالية في بداية السنة الأولى؟ السنة الأولى جددوا لي التسجيل وهو عضو مختبر، والسنة الثانية تجديد تسجيل، والسنة الثالثة والسنة الرابعة وفيها تقارير بالكلية وتقرير الأستاذ المشرف. نعطيك أستاذ المشرف اش كيقول فيه التقرير، راه عندك هنايا سي حميد اش كيقول فيه، وعامل كيقول فيه الأسئلة الحضارية والرهان الثقافي في مشروع الجاحد، هو عنوان أطروحة الدكتوراه التي أنجزها تحت إشرافنا وتأطيرنا، تحت إشرافنا بمعنى المواكبة والتتبع وتأطيرنا الطالب الباحث هشام تركاوي برسم الموسم الجامعي 2018-2019 بوحدة تكوين الدكتوراه إلى غير ذلك بكلية كذا وكذا، والتي واكبته فيها تأطيرا وتكوينا وإشرافا وتوجيها. إذن هذه الملاحظة موجهة للمشرف، طبعا في المشرف وفي اللجنة، طيلة مدة البحث، حيث قام الباحث في السنة الأولى بحصر المصادر والمراجع، هنا غادي نرجع لنقطة في واحد الملاحظة اللازمة لموضوعه في مظانها العربية والغربية، بمعنى غير لعدم الاقتصار على المراجع العربي فقط، وعمل على قراءتها وإعداد بطاقات تقنية بشأنها وتصنيف نصوصها بما يخدم عمله وأطروحته وإشكاليته المنطلق. إذا الأستاذ يقر بوجود الأطروحة والإشكالية. لو في غياب الأطروحة والإشكالية، هل كانت اللجنة ستقبل
بالتسجيل وبفوزي بهذا الموضوع والتباري عليه. واخ إذ لا إشكالية في هذا الذي يزعم صاحبه أنه مع كامل، والله إلا أنا كان قرأ ومشي كان بالغ والقسم لك بآيات الرحمن دابا مع كامل الأسف، إذ لا إشكالية في هذا الذي يزعم صاحبه أنه أطرع. أتفاد انتقد الإنسان ماشي بهذا يعني نقد الهدم. آه دابا هذه يهرسك، هذه يهرسك في غياب موضوع. شحال من المغربي ما كملش قرايته، شحال من المغربي انقطع بسبب هذا النوع من التعابير. الملاحظة الثانية شنو قالوا؟ قالك بناء الأطروحة في هذا البحث الذي لا أطروحة فيه ويهيمن عليه سرد معلومات معطوبة وتتخللها الكثير من المغالطات التاريخية والمعرفية الناتجة عن التسرع والنقل والاستنساخ من عناوين إلكترونية ومن مراجع ليست لها صدقية علمية. اش كتقول فيها؟ نجاوبك على السيح. أولا الأطروحة جاوبنا على الإشكالية. ثاني شيء البحث مر بمرحلة الفحص التقني لكشف السرقات العلمية أنتي بلاجيا المعمول به داخل جامعة القاضي عياد. إذن هذا طعن في اللجنة التقنية. بمعنى اللجنة التقنية طعن فيها. وشنو قالت اللجنة؟ لجنة أن قرارات البحث لأنه ممكنش يمر لمرحلة الفحص دون أن يمر مرحلة الفحص التقني. ثاني شيء كي طعن في صدقية المصادر والمراجع. إلا رجعت السي حميد هنا وأنا كنحيي جميع الأساتذة داخل المغرب وخارجه والناس اللي واكبوا هذا العمل والأسماء اللي كاينة داخل هذا العمل أنها كتضمن مؤلفين حجة. أنا سمعت تسجيلات صوتية ديال الدكاترة حجة. من كان ذكر في مجال ديال النقد مثلا كان ذكر مثلا سعيد يقطين، كان ذكر سعيد بن قراد، كان ذكر عبد الفتاح كيليتو، هؤلاء يعرفهم القاسي والداني قامات فكرية وأدبية ومستشهد بهم وغيجي مفاحص ويطعن فيهم يقول بأنهم تفتقد للصدقية والمصداقية العلمية. مراجع ما عندهاش صدقية علمية. هذا حكم قيمة غير مبرر علميا. غير مبرر علميا. نمشيو لواحد النقطة أنها تتضمن معلومات معطوبة. تتخلل الكثير من المغالطات. هل العطب يكون في المعلومة؟ لا عندي ملاحظة. هل العطب يكون في المعلومة؟ لا ما كيكونش العطب في المعلومة طبعا. العطب تقني. تقني. عندي واحد سؤال وباش تكمل. ملي كتقول بناء أطروحة في هذا البحث الذي لا أطروحة فيه ويهيمن عليه سرد معلومات معطوبة خصك تحددها. تحددها. وخصك تقول المغالطة التاريخية يعطيها لنا. دابا أنا بغيت نقرأها التقرير. شنو هي المغالطة؟ هذا كلام عام. كلام عام. ما حددولك شنو هي المغالطات وشنو هي هذه المعلومات؟ أنا غادي نلخص لك السي حميد. هذا عبارة عن حقد أفرغ في هذا. لا ما نديروش الوصف. دابا أنا غنوصفه. لا الحكم أخليه. لأنني قريته. يفتقد للغة العلمية كما كان الحال. حنا شوف انا تباين فيك من خلال ماشي كنلقى عليك الورود، باين فيك الحمد لله ولد الناس وعارف اش حنا نحافظوا على اخلاقنا تحت اي ظرف وخا نتعرضوا للاهانات، ولكن لا حنا نبقاو في المغالطات التاريخية. ما كيقول لك شكون هما ما كاينينش في غياب التعليل معلومات معطوبة النمذجة ما كايناش نهائيا. واخا النقطة الثالثة إعادة هيكلة البحث برمته قال لك عاود كل شيء المقدمة والمدخل الفصول واحد جوج ثلاثة. ما كنقولوا إعادة هيكلة البحث برمته راه طعن في المشرف وطعن في اللجنة. لا يخصني ذلك. وهو صادق على صادق عليه هو عضو أعضاء اللجنة. وهو بكلامه بلسانه يقول لي بأن هذا البحث فيه انسجام وتناغم في مباحثه وفصوله. أيوة سبحان مبدل الأحوال. ولكن ما ولا فاحص ومن ما خضعش الأمر دياله ولا هذا البحث يفتقد لي الهيكلة. ربما يكون عنده الحق ما كاين بس. ربعة إعادة النظر فيما سماه صاحب البحث المدخل، فهو ليس مدخلا وحق محتوياته أن تنقل للمقدمة، وهذا يدل على أن صاحب البحث لا يوم علاش ما كيقولكش الطالب زعما الطالب وحده واحد علاش تتعامل مع صاحب البحث؟ صاحب البحث لا يميز بين المقدمة والمدخل. هذه وهذا التمييز النظري والمنهجي من أبجديات. دابا انت ما كتعرفش الأبجديات ديال البحث. اولا علاش لاحظتي اللغه هي لغه المصادره والادانه وسوء النيه المبيته. قبل ما غنتكلم انا على نناقش هذه النقطه ان التقريرين كتبا بيد واحده وعلى عجل حيت هنا بلاتي دي مزيان كاين جوج تقارير جوج لجان هنا نرجعوا لهم حنا نشوفوا خلينا غير في هذا وتقريران متصاديان واخا بمعنى كتب بيد واحده وانا على كامل اليقين. واخا سي حميد ان لا الفرق بين المقدمه والمدخل خلينا قبل ما نكمل لك هذه الاطروحه اللي فيها 530 صفحه غتشدها انت كفاحص سنه كامله بالله عليك تكتب هذه الصفحه غتكتب واحد التقرير مفصل. دابا هذه 530 صفحه خصها كامل خصني ندير هذه الصوره للمغاربه مزيان هذه كبير. دابا هكا الصفيحه هذه فيها صفحه ملاحظات كامله. نمشي مع المدخل. المدخل سميته الماضي الجاحد ومدارات تلقيه. مدارات تلقيه وصرفتها في سبعة مدارات بمعنى توقفت عند أنواع التلقي التي تم بها تلقي المشروع الجاحدي وصنفتها في المدار التاريخي والمدار البنيوي التكويني والمدار الأسلوبي والمدار الحجاجي إلى غير المدارات حتى أثبت في آخر المطاف
مضاف مشروعية المدار أو المقترب الذي اقترحناه وانتخبناه لدراسة المتن أو مشروع الجاحد. بمعنى المدخل كان تأطيرا أو توجيها نظريا حددنا فيه الدراسات السابقة ومعلومات وكم المعارف التي قدمتها وحدودها، حدود هذه الدراسات. بمعنى كنكشف حدود الدراسة وكنبين أن هذا هو المنطلق ديالي. إذا كانت الدراسات السابقة قد أكدت بأن الجاحد هو ناقد بلاغي صرف وكما تم تداوله، أنا في أطروحتي حاولت الإجابة عن إشكال مفاده. إذا كان الجاحد ناقدا بلاغيا تطرق لمواضيع اللغة والأسلوب، فلما تتكلم عن قضايا الزنوجة والشدود وعلاقة الرجل بالمرأة والهويات وصراع الأنا والآخر والتمثيل الثقافي، لذلك فمشروعه أوسع من أن يحصر في دوائر النقد والبلاغة. هذا هو المدخل، وأكاديميا المدخل يخصص للدراسات السابقة. أما المقدمة فبسطوا فيها الموضوع والأطروحة والإشكالات والأسئلة المنبثقة المؤطرة لها، وتكلمت بتفصيل دقيق عن المنهجية المتبعة وعن المنهج المعتمد في الاقتراب، أي في اقتراب مشروع الجاحد، وما أفضى بي إلى فصول والمباحث والفصول المباحث الكتاب. ثم تكلمت عن الصعوبات وكيف تم تدليلها والمراجع المعتمدة، وقمت بشكر الأستاذ رغم أنه لم يبدأ أي ملاحظة. فكان من الأحرى أن أشكر الذين قدموا الملاحظات. بمعنى الذي لا يفرق بين المدخل المقدمة هو الأستاذ الفاحص. واخا نمشيو الملاحظة السادسة، إعادة النظر في مصطلح المثقف المشارك من الصفحة 207 ومن بعدها، فهو سرد المسهم لمعطيات تم النقد الثقافي ولا علاقة لها بالجاحد. أولا هذه مغالطة وخطأ فادح وقع فيه المقرر. لجنة علمية؟ لا، اللجنة العلمية والمقرر. المثقف المشارك هو مصطلح من اجتراحنا واقتراحنا في إطار الاجتهاد العلمي وليس مصطلحات النقد الثقافي، وهذا مفصلت فيه في التقرير وسأناقش اللجنة فيه. بمعنى مغالطة معرفية من قبل المناقش. وسرد مسهم لمعطيات تم النقد ولا علاقة لها بالجاحد؟ عندما نؤاخذ طالبا باحثا أو باحثا كيف ما كان نوعه، نؤاخذه على الشح والتقطير ولا نؤاخذه على الإسهاب، والإسهاب دليل على حسن الاطلاع وعلى عمقه. تحية لك، برافو لك. سابعا، إعادة النظر في المغالطة المعرفية التي بني عليها مجمل الفصل الثالث. فالجاحد ولد عام 159 هجرية وتوفي سنة 255 هجرية، مما يعني أنه عاش في القرنين الثاني والثالث للهجرة. وبالمقابل فالنقد الثقافي، هذه المعلومة؟ هذه المعلومة هذه بلا ما نوضحها، إذا وضحتها غادي نبين المستوى ديال هذا الفاحص. أولا الجاحد أنا أعرف بأنه قد عاش في الفترة الانتقالية بين القرن الثاني والقرن الثالث 255 هجرية، وهو يقول بأن النقد الثقافي هو إبدال من إبدالات ما بعد حداثة. أنا استثمرت الدراسة الثقافية وليس النقد الثقافي، هو وقع له خلط. الدراسة وقع له خلط، كيخلط هو كيخلط. بين من باش كيخلط؟ بين النقد الثقافي والدراسة الثقافية. وش الثاني بينهم؟ ويخلط أيضا بين الأثار والمعاصرة. أنا أعرف أن الجاحد قد توفي في 255 هجرية وأعرف جميع كتبه. أنا حاولت أن أقرأ الجاحد بعيون مختلفة. إذا كان الجاحد قد قرأ من منظورات كثيرة، فأنا قرأته بآلة حفر الدراسات الثقافية لكشف الجوانب المغيمة فيه. وأنا في المقدمة، إذا كان قرأ المقدمة، قلت فإنني عندما سأحاول كشف عن الجاحد الثقافي من زاوية الدراسة الثقافية، فإني قد احترزت من السقوط في المنهجوية، الانتصار المنهج، والإسقاط، أي إسقاط كلام حديث على التراث، والتأويل المغلول الذي لا يستند إلى أسس علمية مضبوطة. إذا ما يكون هو ما قراوش مثلا؟ ما قراوش. أنا أبحث في الناقد، في الجاحد. الجاحد أنا سمعت قبيلة شي إخوة، أنا مع احترامي للأزدان، أنا كنت سمعت شي، سمعت واحد الدكتور قال لك كنرجح 100% هاد الناس ما قراوش. ما قراوش، ما قراوش العمل. يكونوا ما قراوش هاد العمل ديال. كيفاش داروا هاد الملاحظات بلاك؟ كيدية. كيدية. وأنا غنناقش فينا خطوة خطوة. لا، إذا ثبت هاد الشيء خطير. وغادي نأكد ليه. الدكتور درس بالمليح رحمه الله. وكان مؤلف حجة، وكان عالما من علماء الأدب والعلوم الإنسانية والنقد في الجامعة المغربية ومن مؤسسيها. له رسالة لنيل شهادة الدراسات العليا تحت إشراف أحد الأسد المرموقين، عنوانها الرؤية البيانية عند الجاحد. وقد استثمر مفهوم الرؤية للعالم كما اقترحه لوسيان جولدمان لدراسة الجاحد، حتى هذا إسقاط. مما يعني أنه عاش وسنصفه جميل أهل. لا، واضحة. فالنقد الثقافي هو نتيجة صيرورة معرفية شهدها القرن العشرين وبلغت واحدة من ذرها في النزوع الذي سمي ما بعد الحادثة. إذن بلا ما نزيد، من الوقوف برجل حيث وقف بزم، وهذا يعني أن لا معنى كذلك الفصل الثالث. الفصل الثالث هو ما عنده تشي قيمة الذي يزعم أن الجاحد ناقد ثقافي. هو في الأول قال ما عنده قيمة البحث كامل، رص في الفصل الأول والثاني والثالث. ويشيد هذا الزعم.
انطلاق المجموعة تقول تستنسخ الكثير من المقالات المتهافتة في الشبكة العنكبوت التي تنبني بدور على وهم البحث عن نزوعات ما بعد الحداثة في التراث العربي. أنا لا أبحث عن نزوع ما بعد الحداثة في التراث العربي، هذا إسقاط في ذهنه. أنا أبحث بأدوات الدراسة الثقافية على الجوانب المغيبة في فكر الجاحظ. واضحة. نقطة الثامنة، إذا حذفنا المدخل بإدراج محتوياته بعد اقتصادها في المقدمة، وحذفنا الفصل الأول الذي يستعرض جملة من معطيات النقد الثقافي، ثم حذفنا الفصل الثالث الذي بني على مغالطة معرفية انطلاق المستنسخات عمياء البصر والبصيرة. واش هذه بصح جايبها؟ واش عندك تكون جبتي لي شي ورقه من شي بلاصه وتورطنا معاك في شي؟ عندي الدليل صيفط لي. لا واش كاتبنا هكا؟ كاتبنا هكا مصنع عمياء البصر والبصيره. بصيره ما بيناتك التويه حتى حاجه سيد. بيناتنا مليون هو اللي بيناتنا. لا والله الا كان تسول بجديه زعما واش والله الا بيناتنا غير انت طالب داير هذا المجهود علاش يهضر معك هكا عمياء البصر والبصر؟ لا فين هي النماذج التمثيليه؟ وفين هو الحكم المعلل معرفيا واكاديميا؟ راه اي واحد يقدر يصف اي عمل. راه نعطيك مثال السي حميد تودوروف هو من هو في العلوم الانسانيه وكتب كتابا سماه لا ليتيراتور اون بيريل والترجمه في الادب بالادب في خطر. تودوروف كان يصحح ويكتب لابنه في سنوات الاعدادي تمارين في اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه لاحد ابنائه وكان الاستاذ يقيم ويقوم عمل تودوروف وليس الابن كيعطيه 8 على 20 بمعنى بلا ندير هذه العبارات راه غنسفوا كل شيء. وما بغيتش لا بارك نتكلم شي امور نتكلم فيها قدام السيد وزير التعليم العالي ونكشف شي امور اللي كبيره بزاف. لا بارك هذاك الشيء اللي قلتي لي قبيله قبل ما نسجلوا راه خليه نتمناو يعيطوا لكم. فماذا سيتبقى من هذا البحث؟ ربما الفصل الثاني وهذا الفصل بدوره لا قيمه له. ويلي ويلي طالما انه يقدم معلومات عامه وعموميه وحتى هما هنايا ما عطاوش كاع في معومه عامه وعموميه ومعومه بصدد الجاحظ وهي معلومات يعرفها تلاميذ الاعدادي. كيفاش؟ شوف ديرك هذه المعلومات اللي عندك كيعرفوها التلاميذ الاعدادي في السنه الاولى من السنه الاولى معناه يكرهها ولا طالب في السلك الدكتور. دابا انت هي طالب في السلك الدكتوره معلومات كيقولوها الدراري ديال الاعدادي وانت جالس كتعاود فيها. كي جات كد العباره؟ بيني وبينك السي حميد لا بلاتي بغيت انطباعك على رد مشاعرك من يقول لك مثلا معلومات يعرفها تلاميذ الاعدادي هذه المعلومات راه كيعرفوا عدد الاعدادي في السنه الاولى وانت يا طالب يا حصره دكتوره. هذه العباره تقدر تجيني عاديه اذا كانت ماشي مؤلف حجه بحال سعيد قطين، سعيد بنكراد، حسن طالب، سعيد العوادي، محمد ايت العميم، نادر كاظم، عبد القادر حمدي، عبد الجليل هنوش، واساتذه كثر اعتزوا بهم في الجامعه المغربيه، جمال بوطيب. الا قالوا لي الكلمه يبقى فيك الحال، يبقى في الحال وهز اطروحتي وغنمشي نحرقها. وديك 12 مليون يعتبرها صدقه. وهذا النزيف يخرج من خرج ونقدر نتمنى انني نموت ولا نهز عيني فيهم. وكما كتجيني اطروح ملاحظه وهي كتحمل عباره الحقد الدفين والنيه المبيته وسوء النيه. هم كيتكلم على كلام عام مفضفض معوم وهو يصبح في الخيال. يسمح في الخيال عندما تكلم عن النقد الثقافي لا يفرق بين النقد الثقافي والدراسه الثقافيه. فكيف يمكن ان يجز تقريرا عن اطروحه في مجال الدراسه الثقافيه؟ النقد الثقافي كما قال في تقريره قال بانه ضد النقد والبلاغه. النقد الثقافي ليس ضد النقد والبلاغه. ومعنا نقاد في المغرب مثل عبد الرزاق مصباحي، الدكتور ادريس الخضراوي، محمد بوعزه، يحيى بن الوليد ويعرفون ذلك وانا اتتلمذ على ايديهم. عبد الغداوي في السعوديه. النقد الثقافي ليس ضد النقد والبلاغه، هو ابدال منهجي يستثمر العلوم الانسانيه ومخرجات البلاغه والنقد ولكن يتجاوز الجماليات الى البحث في الانساق المضمره. اما الدراسه الثقافيه التي اشتغلت بها والتي وقع له خلط في ذهنه بخصوصها تبحث في الممارسات الداله والانشطه الانسانيه والسلوكات وتبحث في مختلف الانشطه وفي الهويات وفي التمثيل وفي صراع الانا والاخر. واخا واضحه تسعد. ضروره اعاده النظر بكيفيه جذريه في التوثيق العلمي الذي لا يخضع في هذا البحث الى اي نظام من انظمه التوثيق العلمي المعمول بها في الجامعات العالميه العربيه مثل نظام ابا او نظام ملاولا ام ال ا. بخصوص عمليه التوثيق أنا التزمت بجميع الضوابط المنهجيه الخاصه بعمليه التوثيق لاننا قد درسنا عند احد اعضاء المختبر منهجيه البحث الجامعي وأعد لنا ورشة تكوينية في البحث والتوثيق ضمن مختبر الدكتوراه تناقشنا فيها. والتوثيق غير خاضع لأي منهج معين. الطريقة اللي بديتي بها كمل بها. الطريقة المعروفة بعض المرات الأساتذة أو الباحثين كيدير اسم الكاتب فاصلة، عنوان الكتاب فاصلة إلى غير ذلك النقطة. الطريقة التي اعتمدتها معتمدة في جميع الكتب ومعتمدة أيضا في كتاب أحد أعضاء لجنة الفحص
لجنة المختبر الذي اشتغلت ضمنه فيها عنوان الكتاب نقطتان عنوان اسم الكاتب نقطتان عنوان الكتاب فاصلة مكان النشر دار النشر الطبعة تاريخ النشر الجزء الصفحة. وإذا كان الكتاب مترجما كنكتبوا عبارة تأراء أبريفياسون ديال الترجمة نقطتان اسم مترجم كان محقق تحقيق. واخا نوصلوا العشرة وهذه عاوتاني كنطلب من الجمهور الكريم يشد راسه واش يسمع النقطة العاشرة وهي أخطرهم استعمال مكنسة التنظيف اللغوي قصد تصحيح اللغة مما ترتج به من أعطاب. استعمال المكنسة الشطابة الشطابة حشاك سيد حبيش كنجمعوا بها حنايا حشو ما هذا المستقبل كدير فيها حشاك لا غريب لا واش عندك معها شي حاجات سيد عندي معها مليون وهذه بصح عندك تكون جبتي راك نعاود تكون جبتي مشي بلاصه لا كيفاش دابا استاذ جامعيك ولا دكتور يقول لك استعمال المكنسة التنظيف كيفاش الشطابة باش تنظف علاش هاد اللغه ما فهمتش نفترضوا كان الاعمال في العمل اخطاء لغويه والخطا هو دابا حنا ما قلتش تما المشكل دابا حنا كنشوف واخا انا دابا صحفي وكنخرج من طوعي لانه كنبقى في اخر مطاف انسان انا من عنقى مثلا طالب بحالك انت مغربي جايب لي 600 صفحه وسمع التسجيلات الصوتيه دكاتره كنعرفهم كيشيدوا بك من المغرب وخارج المغرب وقريت شويه هنا ولقيت هاد استعمال مكنسه التنظيف اللغوي استعمال مكنسه التنظيف اللغوي كيف قلت لك السيد حبيب اي بحث لا يخلو من مزانق وهنات لغويه وانا في كامل استعدادي اذا قدم نماذج وامثله وما قدمت حاجه كيقول عس نقوم بالاعراب ديالها كلمه كلمه امام لجنه ترفع معها التحدي ارفع معها التحدي متخصصه في النحو واللغه لا انا كيعجبني هذه عاوديها لي هذه الاطروحه ديالك ترفع انت تحدي التحدي والنقش امام اي لجنه اي لجنه ونناقش معاهم اي فكره بلا ما نقراها لانني كتبتها بي 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 بالدم البيبليوغرافيا النقطة 11 والأخيرة البيبليوغرافيا الشكلية وشكلية فقط وتضمن الكثير من العناوين بالعربية واللغات الأجنبية التي لا أثر لها في مجموع السرد الذي يتم تمطيطه بالنوافل وبالمباعدة بين السطور فلا أعيد الطباعة فلا أعيد لكن بزاف الأخطاء بعد هنا في التعبير خصو المكنسة لا 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 أعيد الطباعة مجموعة من هو كيقول خصو المكنسة عليك أنت من الصفحات إن كان يستحق الطبع مع كامل الأسف نمشيو لهذه النقطة أولا هذا البحث ملتزم بلينورم اللي كاين في جامعة القاضي عياض وما طبعتش البحث حتى أعطاني المشرف لينورم أي حجم الخط وطريقة الكتابة والمسافة بين الأسطر لا واضحة واضحة أنا غير بالمناسبة هذو جوج ليجان بالنسبة لسي واحد النقطة سي حميد كتكلم على إحدى المراجع والمصادر يمكن ضررته في خاطره بزاف لأنني استعملت ووظفت المراجع المحيانة ما بقاوش داروا لاكتياليزاسيون ديال المعلومات تاعهم يمكن انا اعتمدت المعلومات الجديده ومصادر اللي صدرت 2020 2019 وترجمت بعض الامور المتعلقه ببحث ترجم كنترجم ببحث اللغه مزيانه الاجنبيه اللغه الانجليزيه وبدلت مجهود لا اللغه الاجنبيه تتميتري يعني كان اللغه الانجليزيه كنميتريزيها ضبطها ودرت مجهود باش نترجم قريتي كتب بالانجليزيه بالانجليزيه وعندي ودرتي انت درتي الترجمه وكنتوفر عليهم ورقيين ومستعد نعرضهم قدام لجنه محايده متخصصه ويسالوك على كل مرجع ويسالوني كل مرجع وعندي المراجع اون بي دي اف عندي واحد الملاحظه ما غنوقفوش عندها بزاف دابا هذه لجنه اخرى لا غير هو التقرير كتب حيت نفس الملاحظات كاينه حيت لقيت نفس الملاحظات باش كاين موضوع التستزيم المنطقي والمنهج اعاده النظر في المعلومه المستنسخه غير كتبات بطريقه مختلفه نفس اللغه مكتوب بها نفس اللغه اذا الذي كتبهما كتبهم بيد واحده وغير الاسلوب فقط واخا هدفه الاساءه تارني كذلك وهذه نبغيو بالمناسبه قبل ما نكمل معك مزيان باش نشاركوا الجمهور الكريم هذه الملاحظه وانا وياك تكلمت معك ومصارني ضروني ان فعلت دابا فعلت لا ماشي مشكل وقلت لي 3 ايام ما نعستيش 3 ايام ما نعست لكن كنصيف التقارير اللي غنرسلهم السيد وزير التعليم العالي بعد واحد المناسبه لم ارى انسان بحالك انت مصير انا الاتصالات كتجيني مع الخدمه تقريبا راه ما كنقدرش نجاوبكش وبقيتي مصير لواحد الطريقه عجيبه يعني وهذا التحت التقط فيك يعني شخصيتك فيها الاصرار فيها الرغبه لانني السي حميد ما تركيتيش معايا لا طرقت جميع الابواب طرقت جميع الابواب لقيت بابين فقط باب السيد نائب العميد اللي كنشكره كنحييه مجددا وباب السيد رئيس مركز دكتوره سي عادل تقهرتي تقهرت درتي وسائط حاولتي تصيفط شي ناس يهضروا معاه شي يعرفوا شنو كاين عائلتك صحابك شوف سي حمي مشاو لي جميع الناس من اسفي واتصلوا به شنقول لك المئات من الاساتذه اش كيقول لهم امور عاديه وكتفي التليفون بقاش يعاود يجاوبهم نعطيك واحد القضيه لدرجه ان الام ديالي مريضه هذه النقطه كنت باغي نوقف معاك لانك جبتي لنا موقف خادين نبكي فيها لا هنتها وخرجتها من الدار يوم الاب ديالي باقتراح من احد الاصدقاء مشاو دقوا عليه في الدار وما خرجش
وكان هذا السيد في درة الكرامة والأخلاق كان غادي يخرج. واللي خلاني نجي ليك السي حميد هو أنني كنت فكرت في حلين اثنين. أمك مشات عنده؟ آه. وخرج عندها؟ ما خرج عندها سد الباب، خرجت غير بنته. هذا الشيء ماشي مشكل. واللي خلاني نلجأ ليك كحل للوصول إلى الجهات المختصة هو جوج حوايج. الحل الأول كنت كنفكر أنا نكرر حادثة البو عزيزي، هاد المرة ماشي أجل البحث على لقمة العيش، لا لا، من أجل انتصار بحث علمي ورفع الظلم. والثانيا كنت غادي ندير انتقام شخصي ولكن ماشي من أخلاقي ونقد بها. يعني تعصبتي بزاف حيت وصلت مع انتقام شخصي غيكون هو الضحية. لا هو لا أنا نحس بك دابا، كاين البعض اللي ما يحسش بك، ولكن ولكن قلت نشوف الحل العلمي ونشوف الجهات المسؤولة، لأن المغرب فيه قانون، في قانون مؤقت. لا نوضح هذه النقطه باش ما تكملهاش عفاك، حيت المتتبعين انواع والرسائل كل واحد كيفاش كيقراها احيانا. انا وغنقول لك هذه الفكره وكمل، كنت تعرضت لواديه كيعرفوها الناس، غير نذكر باش الناس يفهموا مع القايد. ما كنقولش كلش، بعض واحد القايد كان وقع لي معاه في قصه براده شحال هذه نفس العمليه تعدى عليا، واحيانا جاتني افكار. بمعنى الانسان راه عادي واحد يتفرج فيني يقول لك السيد دكتور وكذا وفكر يدير وكذا، فكتجي هذه السلوكات، ولكن الانسان في الاخر كيرجع لاصله وكيرجع للطبيعه ديالو. وغنشرك مع الناس واحد القضيه قبل ما نبداو انا وياك، التسجيل مهمه جدا. المهدي في كندا، في كندا هضرتي معاه دابا؟ هضرت معاه، صديق ديالي. نعم. ملي عاودتي لي حالتك عيطنا له لانه فكرتني به. المهدي ومزيان فكروا المغاربه في فاس، وطروحه ديالو ما بغاوش يناقشوها معاه الاستاذ حمقي، والاستاذ ما بغاش في الاخر تيقول عطيني غير الماستر ديالي نمشي للمحكمه الاداريه ولا نشوف شنو ندير راسي والو. بقى كيعيش هو خدام استاذ ب 15000 درهم ومرته خدامه ب 15000 درهم، يعني عندهم 3 ديال المليون. الناس كيصوروا في المغرب وعندهم وليداتهم. وهاجر، سمعتيها فمك قبيله؟ سمعتيها ولا سمعتيها؟ وهاجر هو مرته المغرب ومشى لكندا، واليوم تسجل في الدكتوره. والجميل صيفط لنا قبيله قريتي الرساله؟ قريت الرساله. تسجل في كندا في الدكتوره، واليوم هو استاذ كيقري مشى يلاه حد شي شهور، مرضوا استاذ او اساتذه او لجنه، ودار اطروحه ديالو هو دا ساتير ما بعد الربيع العربي. العربي، وهذاك الولد من الكفاءات، معروف نشاطه وتكوينه تبارك الله واخلاقه. وانت سمعتي هذه الواقعه وقال لك ودي راه انا وقع لي. فهذه نقطه مهمه باش الناس يعرفوا، كاين بعض الاساتذه، اقول البعض وكاين العديد من الاساتذه والدكاتره وانت ذكرتيهم، باش ما يبقاش الخلط بين الناس الذين يشرفون بامانه ويسهرون على تكوين اجيال. وتحيه لهاد هاد الناس اللي موجودين. وبالمناسبة سي حميد قاطعك، هذا الأستاذ لم يسبق له الأشرف في حياته كلها طيلة 30 سنة من التعليم الجامعي، ماشي 30 سنة، 33 سنة من التعليم الجامعي. عمرو دار شي أطروحة؟ ما عمرو شاف شي أطروحة، وما عمرو خرج كتاب، وما عمرو خرج شي ماستر، وما عمرو كتب مقال، وما عمرو شارك في ندوة وطنية أو دولية. وأنت جيتي وبالأحرى وزارة التعليم عليك تعطيهم مليون ونص على البحث العلمي. شحال كتعطيهم وزارة التعليم؟ تعويض ديال 15000 درهم وسط التعليم العالي. دابا انت هذا شحال يكون شد عليك؟ ماشي في هذه الاطروحه. في الماندا ديالو 15000 درهم زايده في التعليم فيها المواكبه والاطاطير. ان انسان يقضي 30 سنه من التعليم العالي وما عمرو صرف على اطروحه جامعيه، وما عمرو خرج مقال حياته، وما عمرو يكون عنده انت مشيتيش. لا ما عندهمش. وهذه كانت كتبقى روايتك في افق ان يتواصل معنا، وربما يكون عنده هو شي وجهه نظر اخرى. انا فاجئني كذلك ان الكتابات ديالك هذه يعني النقد المضاعف هشام الدرقاء، وانت كتبتي هذا الشيء؟ كتبته وبتقديم الدكتور رامي ابو شهاب استاذ بجامعه قطر للدراسات الثقافيه. جميل جدا، جميل جدا. وكتبتي عدد من الكتب هشام الدرقاء والتفكيكيه التاسيس والمرض، ترجمت الابداعات ديالك، ترجمت مقاطع من جاك ديريدا وطبقتها على النصوص. والمكنسه؟ المكنسه الساعه ما كايناش. هذا الذي صاحبه يزعم، شنو قال لك تما؟ نعاود ديك الجمله. يزعم هذا الذي شنو قال لك؟ إذ لا إشكالية في هذا الذي يزعم صاحبه. دابا أنت صاحب هذه الكتوبة وهذا الروينة، وعندي مقالات محكمة في كتب. هذا آخر كتاب. الخطاب والثقافة بتنسيق الدكتور عبد الفتاح شهيد. الفتاح شهيد، وبتقديم الأستاذ نادر كاظم. أي برافو ليك، زيد مقال بهذه المجلة المحكمة أيضا. مزيان. مجلة لسانيات معروفة، تحيل الخطاب. مقال حول محمد العمري وندوة شاركت فيها دولية ووطنية. مقال في مجلة الذاكرة الوطنية التي تصدر عن المقاومة. عن برافو ليك. مقال البلاغة العامة حول المركز المحيط. دكتور عبد الله الرشيدي. نموذج التأويلي التقابلي مع هذو كلهم فيهم مقالات. هذه مقالات مجلة البحرين الثقافية. تبارك الله. واخويا اش غنقول لك، احييك عاليا باسمنا واسمك. وعندي مقالات في اخبار اليوم وفي اخبار وفي المساء، مقالات الراي.
غير الكم ديالهم ما سمحش لي انا نجيو معايا نجيو معايا. واخا شي كلمه نخليها لك اخيره كلمه اخيره سي مهداوي اسمح لي عن الانفعال بزاف. لا لا بالعكس انا ما كرهتش العكس كتفوج وتخرج وتطلع لانني هذه الاطروحه درت فيها مجهود مضاعف سهرت فيها الليالي وانقطعت فيها على الام والاب ديالي والاسره ديالي وامور كثيره بزاف وكنشوف ان بجرد قلم غيجي شخص مليء بالاحقاد والضغائن وغينسفها لك. لذلك انا ما كناش حتى واحد كناش جلاله الملك كعلى سلطه البلاد لانه في خطاب ديالو تكلم على اين الثروه والثروه ما كنقصوش بها الثروه الماديه لان هذه قد ضاعت وصنزفت كنقصد بها الثروه البشريه. اليابان ما تبنات بالمال ولا بالثروه الطبيعيه تبنات بالسواعد بالانسان وبالانسان وبالمورد البشري كل دول بالمورد البشري وحنا كنشوفوا الصديق المهدي اللي مشى لكندا راه ماشي واحد راه مهديين بزاف مشاو لكندا ومشاو الامريكان هجره ديال الاساتذه وديال الاطباء وديال الادمغه اللي مشاو قصرا بهذه الضغوط الظروف كنس جلاله الملك انه يدخل اللي غنوجه يعني غنوجه رساله للديوان الملكي يدخل لان هاد الناس كيحاربوا الكفاءات وحنا في المغرب كنحتاجوا الكفاءات الملك يدخل يعني باش يحمي حقوقك يحمي حقوقي لانني تعرضت للظلم وهاد الناس متغولين داخل هذا المركز. ما درتيش الرساله للميراوي؟ درت رساله للميراوي كنت قبل تفاعلش معاك ماشي تفاعلش معايا كانت باقتراح احد البرلمانيين مشكورا داخل مدينه اسفي انه يدير يدير سؤال كتابي للسيد وزير التعليم العالي ولكن رفضت لانني بغيت نمشي للمساطير القانونيه. الان التجأت لجلاله الملك وغلتجأ للقضاء الاداري باش ينصفني لان البحث بقى ظل محتجز طيله السنه كامله وتفويت مناصب تفويت فرص وانا ابن من ابناء المقاوم الذي افنى عمره. باك شنو كان مقاوم؟ كان محارب قديم باقي بالروح مسكين باقي بالروح الله يطول العمر الوالده الله يشافيها امين. وانني كنشد السيد وزير التعليم العالي باش انه ياخذ هذا الموضوع بجديه وانا مستعد لاي لجنه يقترحها وطنيه او دوليه لتفحص العمل لفحص العمل وانا اقبل جميع ملاحظاتها. عندي واحد السؤال الله يخليك بخصوص الوالده الله يطولها العمر ويشافي لاحظتك مرتبط بها بزاف كتهضر معايا وخصني نرجع عند الوالده خصني نقابل الوالده في التليفون ما كاينش لك انا اللي بقيت معاها والوالد ها كاين بجوجكم بجوج ولكن انت كتقول لي انا ولد بحمل المسؤوليه الوالده العائله كامله الله يخليها لك الحمد لله تعاملنا مع الخوت تاعنا قرا واخ ديالي راه قرا وخدم والاخت ديالي كذلك وانا بقيت مع الوالده والوالد الله يشافيها والله واللي خلاني ما نهاجرش ما نهاجرش كان عندي حلم الهجره الى كندا هو نبقى حدا امي وبا. لا شوف سي سي سي, سي هشام كاين الفضلاء في هذه البلاد وكاين الظلامه كاين عدي الله ما كنهضرش على هذا السيد كاين عدي الله في هذه البلاد اللي كيكرهوا الباب ويرتاح ليا سي حميد قاطعك اسمح لي لا لا هي ولقاء السيد وزير التعليم العالي غنعطيه بعض الحقائق الصادمه اللي نزلتها عن طريق مفوض كيعرف راه كان هو رئيس جامعه القضائيه مفوض قضائي اللي كتهم انني هذا الاستاذ مشرف انا غير كف وخصني مكناسه وخصني الى غير ذلك كيف كيقولوا لا لا ما ت... انا اللي كنت كنصحح كنت كنصحح الامتحانات انت يا كنصحح الامتحانات وانا اللي كنقترح الامتحانات انت ديال مصر وانا اللي كنقترح مواضيع الدكتوراه كلشي منزل عندي هنايا وانا اللي كنت كنناقش الطلبه اللي كيناقشهم ديال الدكتوراه. انت كتحط الامتحانات للطلبه أيه. وكتصحح المصر كنصحح المصر وكنقترح مواضيع الدكتوراه السنويه بمختبر تحليل الخطاب وانساق المعارف اللي كتتم باسم الاستاذ المشرف وانا اللي كندير ليه الملاحظات على الاطروحات اللي كيكون هو ضمن عضو من اعضاء لجنه الفحص ديالها. هذا كلام خطير عندك ادله ديالك؟ عندي ادله عندي اطاريح بخط يدي وكلشي نزلته عن طريق مفوض قضائي وانا غير كفء. هذا الاستاذ حاول حتى هو يكون ليه شان داخل البحث العلمي ويخرج كتاب ما عندوش كتاب ما عمره كان كتاب اعطاني اطروحته وهي أطروحة وأحكم عليها حكما دقيقا علميا أمام الله بدون إساءة الله يحفظك بدون إساءة مهلهلة وتفتقد إلى العلمية واخا سي هشام عام كامل وكنصحح فيها وكنصححت الأطروحة الأستاذ وكنجدد فيها وكنحين فيها حتى خرجت منها هذا المشرف جزء منها عطيته لي ككتاب سماه فعالية التغريض والعنوان باقتراحي وأتوفر على الدلائل. أنت اللي اقترحتي العنوان العنوان وأنا التي قمت بكنس الاطروحه. واخا سي هشام كنتمناو الانصاف ديالك. انا كنت بغيت غير الانصاف. كنتمناو الانصاف ديالك وكنتمناو رسائلك يوصلوا للجهات المسؤوله وكنجدوا التضامن ديالنا معك خصوصا هذا الامر ديال الصحه وديال الدم وهذه المعطيات هذه كانت بمنتهى المسؤوليه وتاكد وتاكد وانت غتشوف الحلقه وتفاعلاتها كنعرف انا المغاربه فيهم الخير غيتضامنوا معك بزاف غيتضامنوا معك بزاف باش تعرف ان المغرب راه فيه الخير وسط المسؤولين وغير المسؤولين. ونقطة أخيرة قبل ما نسد الستار لهذه الحلقة مرة أخرى كنتوجه لهذا الأستاذ الفاضل أو جميع الأستاذ مرحبا بهم لبسط وجهة نظرهم ونؤكد
وهذه نقطة في غاية الأهمية، نفتخر بجامعتنا المغربية، فيها أطر، فيها دكاترة، فيها ناس عدد يشرفون الجامعة المغربية. كنشكركم متتبعات والمتبعين للقناة، وإلى اللقاء.